السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي العجول الصغيرة، جولة على العجول الصغيرة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا العجل ميت بمرض الكريبتو، يعني احيانا بيجي الكريبتو معنف جدا، كثير عنيف. فموضوع بتعطي سيرومات، بتعطي شو من عطيت، تلاقي ما في نتيجة. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا مثل ما خبرناكم هذول يعلقون نتيجة تقرية العجول. ما شاء الله خير، اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن نلاحظوه، هذا العجل الثاني كمان، بس هذا اللي كنت. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعوض بالاحسن. يعني تلاقي بتعطي سيرومات، بتعطي ما بيستجيب اطلاقا، بتعطي بودرة الكبركول ما بتلاقي نتائج. طبعا هاي سيارة هون جاية مشان القهر الجديد، عم نعمل قهر جديد، مكان جديد. طبعا العجل اللي ما فيه مشاكل بتلاقي اغلبيتهم بس جيت لعنده فورا بيقوم مشان بده يرضع. اللي هيك شوي بتلاقيه، يعني العجل المشيت بشكل صحي 100% بتلاقيه فورا قام وبده يرضع. لكن العجل اللي فيه هيك شوي تعب مثل ما شايفين هون، هذا عجل صحيح لكن لازم مباشرة، ما بيمشي الحمد لله، لكن مباشرة لازم يقوم. طبعا هاي العجول مثل ما شايفين قايمين، واضح النشاط عليهم. لكن هذا العجل شوف، يعني والله اعلم هذا في سهل الكريبتو كمان نوعا ما، ما عم بيقوم في اسهال شديد. عجول كلياتها قايمه. طبعا هذا العجل راح نشرحه ونشوف سبب النفوق. احباب شباب غوالي، ما تنسونا من اللايك والمتابعه والمشاركه، ربي يسعدكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.